جلساتنا، جلستنا رقم 7 راح نتابع فيها بموضوع الاستعلامات. قبل ما نبدأ مثل العادي هيك نرجع نتذكر مع بعض شو الشيء الأفكار اللي عرضناها الأسبوع الماضي. طبعا أكيد كنا عم نشتغل بالاستعلامات كمان الأسبوع الماضي عم نتابع فيها. يلا مين متذكر شو هي الأمور اللي شفناها؟ تمام، شفنا الاستعلامات الفرعية، مظبوط. وشو حكينا عن الاستعلامات الفرعية؟ شو قلنا الاستعلام الفرعي هو شو؟ ايه مظبوط مظبوط مظبوط. طيب اذا قلنا الاستعلامات الفرعية هو استعلام راح يكون موجود داخل استعلام اخر، اوكي، وممكن العملية تتكرر تتداخل اكثر من مرة، ومشان هيك بنحكي عن مستويات، متعدد المستويات. اوكي انا اعطوني ثواني لو تكرمتوا. اذا كنا نحن عم نستذكر مع بعضنا شو الشيء اللي اخذناه. فكنا بلشنا، جتنا اول اجابه انه اخذنا الاستعلامات الفرعيه، صحيح. قلنا الاستعلام الفرعي هو استعلام بيكون مكتوب داخل استعلام، وهي العمليه ممكن تتداخل اكثر، فبالتالي ممكن نحكي كمان عن استعلامات فرعيه متعدده المستويات. تمام، هلا نعم عم تقول لي في عنا استعلام المعلمات اخذناهم. تمام، هذا الاستعلام اللي بيكون له وسيط، اللي بيفتح مربع حوار مع المستخدم، صحيح. كمان خليني ارجع برسائلكم هيك لفوق لانكم جاوبتوا كتير، راح ارجع. استعلامات التحديث، صحيح، الابديت، قلنا هاي من الاستعلامات الاجرائية. الاستعلامات الاجرائية هاي الاستعلامات هاي راح تسوي لي تغيير على قاعدة البيانات. ايه قلنا هم 3 انواع، استعلام التحديث واستعلام الاضافي واستعلام الحذف. حكينا عن شيء كمان ولا اكتفينا بهدول؟ طيب كثير منيح. اذا انا راح اتابع اليوم بموضوع الاستعلامات من هاي النقطة. وصلنا المرة الماضية اذا بتتذكروا عند لغة تعريف البيانات الـ DDL. اوكي، هلا قلت لكم هذول بدهم وقت اكثر، فلذلك ما راح نتابع، راح نعرضهم بالمحاضره القادمه. حقيقه شباب اذا تتذكروا اول ما اخذنا لغه الاس كيو ال، اذا بنرجع هيك قلنا انه في عندي الاوامر لغه الاس كيو ال بتنقسم لقسمين، صحيح. في شيء له علاقه بانشاء قاعده بيانات، وفي شيء له علاقة بمعالجة قاعدة بيانات، صحيح؟ تذكروا هذا الأمر؟ حتى يعني إذا مش متذكرين هلأك برجع لكم فيها، برجع لكم فيها لثواني، أرجع فيها لك. أوكي؟ وهي الشريحة اللي قاعد أحكي عنها. كنت قايل لكم بتتضمن لغة الـ SQL. أوكي؟ هي بنصنف أوامر خاصة بتعريف قواعد البيانات وإنشائها، وفي عندي أوامر معالجة واسترجاع بيانات. الحقيقة الشيء اللي شفناه لحد هلا بالاستعلامات من سيلكت وأنواع الاستخدامات وإلى آخره الاستعلامات، هي كلياتها كانت من أوامر معالجة واسترجاع البيانات. هذا الكلام يعني مستنجد بسهولة، ما؟ أوكي؟ يعني القسم اللي استخدمناه من SQL بموضوع الاستعلامات لحد هلا هو بيتعلق بأوامر معالجة واسترجاع بيانات. طيب هلا ضل في عندي هيك القسم الاول، الحقيقه انا بس بدي تعرفوا وتاخذوا فكره عنه، بس هذا الموضوع الاول اللي هو اوامر تعريف قواعد البيانات. اوكي، اذا انا هون يعني انا راح احكي هون، بيهمني تاخذوا فكره، يعني الموضوع الاهم هو المعالجه والاسترجاع. هون بس راح نعطي فكره بسيطه، تمام. فاذا راح ارجع انا للسلايد تبعي. اوكي، اذا هون فحقيقة بس هيك راح نضوي بس على فكرة الأفكار البسيطة تبع جزء تعريف قواعد البيانات. الحقيقة يعني راح نشوف الأوامر اللي ممكن نسويها نحن بلغة SQL
لحتى ننشئ جدول، نعرف جدول بنشئه، نحذف جدول، نشوف شو هذا مفهوم الجداول الافتراضية بالاس كيو ال. طيب الحقيقة ما بدي تخافوا يعني من تعقيد الموضوع، ما كثير هذا الموضوع، برجع بقول لكم يعني انا بس رح ضوي عليه بهمني تعرفوا الفكرة. هلا الحقيقة فينا نحن ننشئ، انا شفته لما بدنا ننشئ جدول سابقا شو اللي سويناه؟ رحنا على الاكسس اوكي وسوينا انشاء قاعدة بيانات. طبعا مساء الخير لكل اللي عم ينضمونا، يتفضلوا. فتحنا برنامج الاكسس وسوينا انشاء قاعدة بيانات، وبعدين سوينا كرييت لتيبل، ما هيك؟ يعني انشاء تيبل مباشرة من الاكسس، صحيح؟ في عندنا خيار ثاني اوكي، ان احنا فينا نساوي ننشئ جدول مباشرة من خلال تعليمات اس كيو ال. هلق التعليم الاساسي الكلمة المفتاحية الى هي كرييت تيبل، اوكي شايفين انه بالابيض مثل العادي ما غيرنا شيء، كرييت تيبل، بعدين بنحط اسم التيبل وراه، وبعدين هون بنعبي الحقول، يعني كل حقل شو نوع البيانات تبعه، قد ايه حجمه اذا بدي، شو الشروط تبعه اللي كنا نظبطها بالاكسل، ها بصير يكون نل ما بصير يكون نل الى اخره. اوكي طبعا هلق مو مطالبين انتم هلق تمشوا جداول عن طريق الاس كيو ال، بس تعرفوا انه موجود هيك شيء، تمام. والتعليمي اللي بالاس كيو ال اللي بتمكنني من انشئ جدول هي كرييت تيبل. اوكي يا اخوان تمام. طيب على هذا في مثال عندي، هذول كمان انه انا في انشئ جدول ثاني مثلا اسمه جدول كوستومر 1، تمام. مثل الجدول كوستومر بساوي، فيكم تجربوه يعني، فيكم تجربوا هذا المثال انه عم بقول كرييت تيبل، هذا الامر اسمه كوستومر 1 من الجدول. راح ناخذ اول حقل اسمه كوست ان ار، نوعه انتجر، البيانات تبعه هو نوت نل لانه هو مفتاح رئيسي. ثاني اسمه نيم، وهو الحقيقه نوعه شار يعني محارف، الحجم تبعه 30 حرف. بعدين سيتي وهو شار من 15 حرف. بعدين ستريت اللي هو شار من 20 حرف. بعدين تل ان ار يعني رقم الهاتف الى اخره. فيكم تجربوه بتشوفوا انه راح ينشئ لك تيبل بقاعه البيانات. اوكي هلا في عندي كمان الاس كيو ال مباشرة، في حدا عم يفتح المايك، كمان عنا من اوامر الاس كيو ال الحقيقة نحن فينا نحذف جدول مباشرة اوكي من خلال الامر دروب تيبل، وبعديها بيجي اسم التيبل اوكي دروب تيبل، وبعديها بيجي اسم التيبل. شوفوا يا جماعة مشان ما كثير يعني نخلي الموضوع مبهم، راح اجي لهون على كرييت، راح نحاول نساوي كويري اوكي بالاس كيو ال. شوفوا راح ساوي كرييت تيبل مثلا، ما راح ساوي في شيء بس تيبل بسيط كرييت، بس اكيد بالانجليزي راح نكتب كرييت تيبل، راح اعطيها اسم ونفرض ما بعرف هاي تيبل شو اسمها، اكس 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 شو ما كان اسمها، هون بين قوسين ما راح احط فيها حقل واحد ونفرض، اي دي راح سميه هذا الحقل، راح اقول انه نوعه هو انتجر انتجر، وراح اقول انه هو نوت نال اوكي بهذا الشكل بس ما في. وراح اخذ اذا بدكم حقل ثاني راح سميه نيم او نوم هيك راح سميه، وراح اقول هذا شار 2025، وراح سكره وفاصلة منقوطة. اذا هذا هو عبارة عن كويري، راح ينشئ لي تيبل، راح يسميها الاكساس اللي حطيتهم هون، راح يكون فيها حقلين، واحد اسمه اي دي واحد اسمه نوم اوكي. راح نحاول نساوي ران اوكي، شوفوا شو اللي صار، تنفذ طبعا، ليكو شفتوا انه زادوا الجداول، شايفين صار في عندي جدول هون اسمه نفس الاسم اللي حطيناه هون مجموعة الاكسل. لو جربت افتحه لهذا الجدول
اوكي، فشايفين في حقلين، يعني حق الاي دي حق النوم، تمام. بس طبعا الجدول فاضي لانه انا ما دخلت فيه بيانات. طب كيف فينا ندخل بيانات في هذا الجدول كمان بالاس كيو ال؟ كيف فينا ندخل له بيانات؟ من خلال شو؟ شو يا اخوان؟ شو يا اخوان؟ معي انتو؟ كعك ولا معك؟ كويس، معك افضل من الكعك. طيب طيب إذا فهمت شو السؤال اللي سألته؟ إذا قلت هذا استعلام، أوكي، يعني هذا عن طريق لغة الـ SQL أنا أنشأت تيبل. هلا إذا بدي أضيف عليه بيانات، إذا بدي أعبيه بيانات لهذا الجدول الجديد بالـ SQL، كيف؟ من السلام الإضافي، تمام، يعني من السلام الإضافي أكيد بنفس المنطق. ايه، ما علي غير ساوي انسيرت انتو وضيف الجداول اللي بدي اياها، تمام. طيب هلا تمام، اوكي، اذا الفكره عندكم فهمانينها كثير منيح. هلا عم بقول لي كمان نفس الشيء، انه هذا جدول مثل ما اضفته، يعني انت فيك تحذف جدول بلغه الاس كيو ال مباشره، لانك انت تستخدم الامر دروب تيبل، دروب تيبل، اوكي، دروب تيبل، تمام، وتحط اسم التيبل بعديها وتحط قاسية مقطوعة بالاخير. اكيد طبعا بننتبه لانه الامر دروب هو امر كثير خطير، لانه مجرد ما نفذناه ران فورا بدون تنبيه، بدون ما يعطيني تحذير، فورا حذفه للجدول. شفتوا؟ مجرد ما نفذت الامر فورا حذف الجدول بدون ما يعطيني تحذير، بدون ما يقول لي يعني انت على وشك تحذف الجدول. ايه، فالامر خطير، ننتبه له. اوكي طيب، خلينا نيجي لموضوع الجداول الافتراضيه ونشوف شو مفهوم الجدول الافتراضي بقاعدة البيانات، أو اللي بنسميه حقيقة هو فيو، يسمى فيو. طيب من اسمه شباب، جدول افتراضي، شو يعني؟ شو بيعني لكم جدول افتراضي؟ شو بيعني لكم الجدول الافتراضي من اسمه؟ وهمي قريته من هون. ايه، يعني هذا مانو جدول، هو بالحقيقة مانو جدول. ايه، بس قول جدول افتراضي معناته هو مانو جدول، اوكي، يعني هو شكلا بيشبه الجدول اما هو مانو جدول. كيف فهمنا وشو بدنا فيه؟ يلا رح نفهمكم. نجي على قاعدة البيانات تبعنا، عنا راح نساوي الاستعلام select نجمي from invoice. حدا عنده معنى select نجمي from invoice؟ سلام، هذا طيب. هلا انا ما بعرف، في مشكلة شيء بالنت، في مشكلة بالصوت، في مشكلة بالصورة، في مشكلة بشيء يا جماعة، ما
ولا الأمور تمام؟ يعني أنتم معي على الهواء مباشرة وأموركم كلها ظابطة؟ كله منيح؟ طيب يعني هالمرة معي معك مو كعك. كويس، الصوت تمام بس عم ف... اوكي، هيك منيح، بسيط بسيط ماشي. يعني select نجمي from invoice، شو بيساوي هذا؟ استلام. هذا ما بده تفكير. والله اذا بده تفكير مشكلة معناتها. لا شكله عندنا مشكلة، والله شكله فعلا عندنا مشكلة يا لطيف. لأنه ما حدا عم يعطيني الجواب، ما حدا عم يعطيني هذا الاستلام شو بيساوي، ما حدا كتب لي شو بيساوي هذا الاستلام. طيب هو تمام احكوه، جاوبه، كنتوا اكتبوا. اذا هذا الاستلام راح يجيب لي كل الحقول اوكي تبع جدول انفويس. كثير منيح، يلا راح ننفذ ران. فاذا جاب لي كل الحقول تبع جدول انفويس منيح. طيب طلعوا هاي نتائج الاستعلام، ما مزبوط، وهذا جدول انفويس. طلعوا على الصفحة تبعيته، وهذا نتائج الكويري. شايفين في فرق بيناتهم شيء؟ يعني الحقيقة لو انه مو نحن اللي مسوين هذا الاستعلام وانت معروض قدامك هذا الجدول، ايه يعني انت مانك عارف شو اللي صاير، كيف طالع هذا، بس طالع قدامك هيك بيانات، شو راح تقول؟ يعني شو فيك تقول؟ فيك تفرق هذا، فيك تقول هذا وتقدر تفرق لحالك انه هذا نتيجة استلام هذا ولا هذا الجدول؟ فهمتوا الفكرة؟ نحن لانه سوينا استلام وطلعنا الناتج مبين عنا، بنعرف انه هذا هو نتيجة استعلام. بس الحقيقة أي واحد يجي هلق بعد ما سوينا هذا الموضوع وفرجيه على، يعني فرجيه على هاي النتائج، ما بعرف شو راح يقول لي. طبعا أكيد هذا الاسم ما راح يكون موجود قدامه أكيد، فهو راح يسأله شو هذا، راح يقول لي هذا جدول. جدول شو؟ راح يقول لي جدول الفواتير. إيه بس هو ما له جدول، اتفقنا؟ جدول الفواتير ليكو، هذا جدول الفواتير حسب قاعدة البيانات تبعي. فإذا هذا أنا في شوفه على إنه جدول وهمي أو جدول افتراضي، أوكي؟ أو إذا عبيت الجدول الافتراضي الوهمي بهاي البيانات، أوكي؟ راح يكون هو مانو جدول أساسي في قاعدة البيانات. ما هو جدول أساسي وإنما هو ناتج لاستعلام. إيه؟ ناتج لاستعلام. طيب خليني أجرب ونفرض افتح الانفويس هاي اللي هون ويجي على الكويري لهون. لو جيت قلت أنا والله راح أجرب، تعرف بدي أحذف هذا، ديليت هالريكورد ماشي، رح اقول له ايه احذفه، وبدي احذف هذا الريكورد، ديليت ريكورد، رح اقول له ايه اوكي. هلا اذا جيت على جدول انفويس اوكي يا لطيف حذفهم. لماذا؟ لماذا؟ لانه انا سامح بعمليه الحذف المتتالي،
فهمتوني؟ لأنه أنا سامح بعملية الحبس المتتالي، وهذا الاستعلام هو مربوط فورا مع الجدول، أوكي؟ وبالتالي الشيء اللي بسويه هون فورا راح يتطبق على جدول انفويس. بينما اوكي، لو نحن سوينا جدول وهمي، يعني سوينا فيو، اوكي كيف نساوي فيو؟ الحقيقة الأمر هو create view، اوكي create view بهذا الشكل، اوكي الحقيقة شوفوا، خلينا نحاول نساوي هيك شيء، خلينا نحاول نساوي هيك شيء لأنه هذا موضوع مهم. راح نجي نشيل، راح نساوي هون بالـ SQL تبعنا، راح نساوي create view، create view، اوكي كما هون كاتبين شايفين بالسلايدات، كرييت فيو راح نسميها، اوكي ما بعرف شو راح نسميها، اي اربع مرات، وراح نحط هون ما هو مثل الجدول، لذلك انا راح افتح هلا. شو في عندي هون؟ شو في هذا الجدول؟ في انفويس ان ار، اوكي بس راح اجي اخذ في، راح احط انفويس ان ار، وهذا الانفويس ان ار هو انتجر مزبوط، وهو نوت نل، تمام. وفي عندي كمان بجدول انفويس اللي راح افتحه كمان مره ثاني، في عندي الانفويس دات، اوكي في عندي كاستمر ان ار، راح اجي اخذ انا كاستمر ان ار هون، ما راح اخذ انفويس دات، يعني راح اخذ كوست ان ار، وهذا الكوست ان ار هو عباره عن انتجر، اوكي وراح سكر القوس، وراح ساوي شوفوا، راح ساوي از، لانه هلق انا راح ساوي كرييت فيو اسمها هاي 4A، هلق هالفيو هاي هي فيها رقم الفاتوره وفيها رقم الزبون، وبياناتها من وين راح يجوا؟ بياناتها راح يجوا من استعلام على جدول انفويس، يعني هو سيلكت شو الحقول اللي بدي يجيبها بدي يعبيها، هي الانفويس ان ار والكوست ان ار، ماشي فروم من وين؟ من جدول انفويس. راح احاول نفذ ان شاء الله يمشي، بالعادي ممكن يساوي مشاكل. في عندي خطا syntax error in create table، في create view الحقيقه، اوكي شو الخطا؟ اوكي ما هو الخطأ؟ invoice in R not null customer. طيب هلق لو جيت قلت له أنا ما بدي أحط حقول، هاي شو فينا نساوي الحقول نهائيا فيه بهذا الشكل، راح يعطيني كمان، عم يعطيني خطأ. هو مشكلة تصميمه لهاي، هات لنشوف شو الهيل تبعنا. انزليد كرييت تيبل ستيتمنت، مو معطينا خيارات كثير، بس هون عم بقول لي كأنه مش معاجبه هذا الموضوع، مش معاجبه انه نساوي create view، غريب.
فعلا غريب. ليس بكثير أحوال، ليس ما راح أضيع وقت فيه، بالنسبة لكم مش مهم. هلا كل شيء أنا بدي أقوله إنه الجداول الوهمية هي عبارة عن فيو، يعني هي عبارة عن رؤية. أوكي، هلا أنت بتعبيها، فيك تشوفها كجدول مشناه هون. أوكي، هي ناتج استعلام، رؤية لاستعلام. فيك تشوف في البيانات الموجودة في جدول آخر، هو ليس بجدول أساسي، وبالتالي المستخدم الخارجي لن يستطيع التمييز بين هذا الجدول الوهمي وجدول أساسي. يعني هو بالنسبة له ما بيعرف. أوكي، هو بيفكر حاله عم يشتغل مع جداول أساسي، بس هو الحقيقة عم يشتغل مع شو؟ مع جداول وهمية. هلا هذا الموضوع بيزيد عنا شو؟ امان قواعد البيانات. بيزيد عندي الامان بقاعده البيانات، بمعنى انا لما بمشي جدول وهمي وبعبيه بس بالبيانات هاي، فهلا بيشتغل عليها المستخدم لهاي البيانات الحقيقه دون المساس بجدول الاساس، وبالتالي هيك ما انا عم بحكي بشو بيستخدمه. انا عم بحكي هلا بكون في عنا ايه، لما انت بتكون، انا عم بشرح انت المستخدم يا جماعه. هلا انت اذا بتخلي في جدول من جداول قاعده البيانات امام المستخدم تبعك متاح، هلا على طول بتعرفوا انه نحن عم نحكي عن واقع فعلي موجود. اوكي، هلا انت مو شرط كل الموظفين اللي عندك يكونوا ثقه، فهمتوني؟ يعني بمعنى اذا اجى واحد من المستخدمين وقام حدث في جدول بيمنت كله، مقاطع البيانات طبعا، شو اللي بده يصير؟ بده يصير كارثي. بده يصير كارثي، لانه انا كل الدفعات اللي دفعتها الناس راحت من عندي، ما عاد عندي ولا مرجع على الموضوع. ايه طيب، بس الحقيقه ما في شيء يمنعه للمستخدم من انه يحذف الجدول على سبيل المثال. اوكي، او امر اخر، الحقيقه ممكن يجي واحد من الموظفين يتلاعب منيح ويضيف دفعه معنى حقيقيه بالجدول. ايه، يضيف دفعه معنى حقيقيه على الجدول، صح؟ ممكن. فنحن مشان نزيد هاي الموثوقيه، يعني نمنع المستخدم من انه يتعامل بإجراء تعديلات على الجداول الأساسية مباشرة، فشو نعمل؟ بنروح بنسوي له نحن فيو لجدول بيمنت، فلنفرض فيو لجدول بيمنت. فالمستخدم بصير يتعامل مع مين؟ مع الفيو، مو مع الجدول الأساسي. أوكي؟ هلق إذا حذف أو أضاف أو عدل، هلق هدول مستحيل يروحوا على الجدول الأساسي غير بعد ما يوافق مين؟ الادمن. ايه، بعد ما يوافق الادمن، يعني بعد ما تصير في مراجعه على هاي العمليات وتم التاكد فعلا من انه في دفعات. فهمتوني يا جماعه؟ يعني بعد ما يصير تشيك على العمل. هلا الحقيقه لو كان عم يشتغل على الجدول الاساسي، خلص على الجدول الاساسي راح تصير فورا، اي عمليه بيسويها راح تسجل. بينما اذا اشتغل مع جدول وهمي، فلذلك نحن عندنا لسه الفرصه لانه نتحقق من هذا الشغل اللي صار قبل ما ننقله على الجدول الاساسي. وهاي هي الغايه من الفيو، من جداول الوهمي. استخدمها، لازم استخدمها دائما. اوكي، للواقع الفعلي لازم استخدمها دائما، او لازم نحط كثير قيود على المستخدمين تبعنا. اذا اللي بيهمني، اللي داخل بمقرركم، اللي بيهمكم بالموضوع هذا، تعرفوا انه هاي الامور موجوده، يعني تعرفوا انه في شيء اسمه فيو موجود. شو يعني هذا الفيو؟ اوكي،
بتعرفوا انه فينا نستخدم ال SQL لمنا نساوي تيبل، ننشئ تيبل، ولمنا نضيف بيانات عليها، ولمنا نحذف تيبل. اوكي يا جماعة، هذا اللي بيهمنا. راح نرجع للسلايدات تبعنا وننتقل لموضوع جديد كثير هام، اللي هو موضوع الاستعلام من اكثر من مصدر. شو يعني؟ لحد هلأ نحن شفنا انه كل الاستعلامات اللي سويناها بعد كلمة فرام حطينا شو؟ جدول واحد، select كذا وكذا from customer، select كذا وكذا from invoice. اوكي، بس هلا نحن البيانات اللي عم نجيبها من جدول واحد بس، من مصدر واحد بس. اوكي، لحد هلا هذا الشيء بيشتغلنا. واقع الامر انه نحن فينا نساوي استعلام ونجيب معلومات من اكثر من جدول بنفس الوقت. اوكي، يعني مثل ما نحن وزعنا البيانات تبعنا، قسمنا الواقع الفعلي على عدة جداول لما صممنا قاعدة البيانات، بس انشأنا العلاقات لحتى نربط البيانات مع بعض البعض والجداول مع بعض البعض. الهدف الثاني من الموضوع انه انا اقدر استرجع بيانات مجزأة موجودة بعدة جداول، اقدر اجيبها بنفس اللحظة، اقدر اجيب المعلومة تبعي من اكثر من جدول. اوكي، هذا قوة قواعد البيانات، تكمن هون بالاستعلام من اكثر من مصدر. طيب كيف فينا نساوي هذا الشيء؟ الحقيقة اول طريقة الي لحتى اجيب من اكثر من مصدر اني ساوي عملية وصل. عملية الوصل هي عملية الجوين. سمعانين فيها شيء لعملية الوصل قبل؟ عملية الوصل سمعنا فيها قبل؟ شفناها؟ مرت معنا؟ بربط الجداول نتذكر اكثر. وين مر معنا هيك شيء؟ شكلكم ما عم تتذكروا شيء، يعني نوار عم بتقرب على الموضوع. ذكرتوا المحاضرة اللي أخذناها عن قواعد البيانات الترابطية؟ ذكرتوا هيك شيء؟ هي كانت ثاني محاضرة فورا وعرفناها، عرفنا الرابطة، يعني اللي هو الجدول، شو هي قواعد البيانات الترابطية، كمان عرفنا شو هي العمليات المعرفة على الرابطة. ذكرتوا هيك شيء؟ عرفنا شو هي العمليات المعرفة على الرابطة. قلنا هني ست عمليات، مو العلاقات بين الروابط ابدا، لا لا يا نعم، لا، العمليات المعرفة على الجداول. قلنا هني ست عمليات، ايه عمليات اوكي، بس علاقات لا. قلنا هني ست عمليات، عمليات ثلاثة كثير مشهورين هون، نفسهم عمليات على المجموعات، اللي هن اجتماع وتقاطع وفرق، ايه. وقلنا في ثلاث عمليات اخرى اللي هن الاسقاط والالتقاء، وشو كمان؟ والوصل. والوصل اللي كان اسمه جوين،
ايه، وشفنا انتبه شو يعني وصل جدولين. ذكرتوا ذكرتوا هيك شيء يا جماعة؟ هلق وصلنا لهم هدول. الوصل الداخلي للمصادر يعني انا بدي اوصل جدولين مع بعضهم البعض من خلال عملية الوصل. اوكي، نحن اذا بتتذكروا شو يعني عملية وصل على جدولين، قلنا انه العملية رح تنتج جدول واحد. اوكي، بس بشرط انه يكون في يعني جدولين رح تدمجهم بجدول واحد، بشرط انه يكون في حقل مشترك بيناتهم. اوكي، بنحط حقول الجدول الاول وحقول الجدول الثاني بالجدول الجديد. ايه، ذكرتوا هيك شيء؟ بس قلنا الشرط انه يكون في حقل مشترك بين الجدولين. تمام، الجدول الجديد راح يحتوي على كل الاعمده للجدولين، بس بشرط انه يكون في حقل مشترك بين هدول الجدولين. هاي هي عمليه الوصل. اوكي، هيك نحن عم ندمج جدولين بجدول واحد. اوكي، او عم نساوي جدول كبير بضم الجدولين. فاذا عمليه الوصل الداخلي للمصادر اللي بنسميها بالاس كيو ال بقواعد البيانات انر جوين، انر جوين. اوكي، هي عمليه وصل داخلي. لا شايفين، نكتب ها بعد فروم بده يكون في عندي جدول. بكتب انا الجدول الاول inner join، يعني راح اوصله وصل داخلي مع جدول ثاني من خلال الحقل المشترك، اللي هو من الجدول الاول اسمه باسمه ومن الجدول الثاني شو اسمه. اوكي، اذا وصل داخلي من خلال حقل مشترك، وهي هي الصيغه. تمام، خلينا نشوف. اوكي، على الواقع شو يعني هذا الكلام. راح نجي هلا، في عندي بجدول انفويس وبجدول لاين في عندي حقل مشترك انفويس ان ار، وفي عندي هون بجدول لاين invoice NR في عندي حقل مشترك. رح حاول ساوي وصل داخلي لهدول الجدولين، فرح ساوي استلام create a query SQL. شوف شو رح ساوي، رح ساوي select all، يعني select نجمي، رح جيب كل شيء. من وين؟ هلا هون العملية اللي بتهمنا، from من خلال وصل، يعني رح جيب كل شيء موجود بالجدول الجديد، هلا هو رح ينتج عن وصل الجدولين invoice و line. ايه؟ عرفتوا شو بدنا نشتغل؟ طيب، كيف الصيغة لحتى نوصل الجدولين؟ فهي بعد كلمة from رح نذكر الجدول الأول اللي هو invoice. رح نقول from جدول invoice inner join، هاي تعليمة الوصل inner join. نذكر اسم الجدول الثاني اللي هو line. اوكي، اذا inner join مع جدول الاخر ثاني. on، بعد كلمة on لازم يجي شو الحقل المشترك المتطابق. الحقل المشترك هو invoice nr number، فرح ناخذ من الجدول الاول طالما هو له نفس الاسم بالجدولين، مو له نفس الاسم بجدولين، انفويس ان ار بجدول انفويس وانفويس ان ار بجدول لاين. ما فطالما له نفس الاسم فانا راح ميز هذا الاسم من مشان يعرف من اي جدول بده ياخذه ويقارن فيه، فراح ميز كمان من خلال اسم الجدول. اوكي، يعني راح اقول اون انفويس، هذا جدول انفويس نقطه انفويس NR. معناتها انا هون شو ميزت؟ انه عم بقول هذا الحقل invoice NR من اي جدول؟ من جدول invoice. يساوي، شايفين؟ يساوي من الجدول لاين الحقل مين؟ invoice NR.
تمام. فإذا الحقل المتطابق إياه الانفويس ان ار من جدول لاين مع جدول انفويس، ودمج لي هالجدولين مع بعض، وهاي فاصلة منقوطة. راح ننفذ ونشوف شو النتيجة. ران، طلع شو النتيجة. شوف جاب لي من الجدول انفويس، هي الانفويس ان ار، هل هو الحقل مين؟ المفروض الحقل المشترك. ايه، من الانفويس جاب لي الدات، التاريخ، ورقم مين؟ العميل. هذول هم الحقول الموجودين بالجدول الاول. ليكو طبعا الحقل توتال فاليو فاضي يعني. هلا من جدول العين جاب لي رقم الفاتوره. لاحظوا التطابق 157 157 157 157. جاب لي رقم المنتج من جدول لاين، جاب لي الكانت، ها الكوانتيتي الكميه اللي باعها، وجاب لي كمان باقي حقول الجدول لاين. اوكي، برايس توتال. فاذا الواضح هون انه هو وصل لي الجدولين مع بعضهم البعض. اوكي، وصل لي جدولين مع بعضهم البعض. وصلت الفكرة يا جماعة؟ وصلت فكرة الربط او الوصل الداخلي لجدولين؟ طيب رح ارجع على السلايدات تبعي. اوكي، شوفوا عم بقول لي كمان هذا مثال، عم بقول لي انه انت كتير استعلام بيوجد اسم العميل الذي سدد الدفعة رقم 10 وتاريخ الدفعة ومبلغها. اوكي، بدي اوجد اسم عميل سدد دفعة برقم معين. اسم عميل سدد دفعة برقم معين. طيب هلا اسماء العملاء وين موجودين؟ بالجدول كوستومر، صحيح؟ بس بجدول كوستومر موجود اسماء العملاء او الزبائن. طيب والدفعات وارقامها وتواريخها موجودين بالجدول بيمنت. طيب السؤال هلا، هل استطيع توحيد او وصل الجدول كوستومر مع جدول بيمنت؟ لحتى اقدر اوصلهم مع بعضهم لازم يكون في بيناتهم حقل مشترك، والحقل المشترك موجود لانه نحن جنب كل دفعة بنحط رقم العميل اللي دفعه. ما عندي بجدول بيمنت في عندي كوست ان ار، وهذا الحقل موجود بالجدول كوستومر، وبالتالي في حقل مشترك. طيب اذا اللي راح نسويه انه راح نجي نوصل هدول الجدولين مع بعضهم منشان نجيب الحقيقة. احنا بدي اسم العميل، اسم العميل بالجدول كوستومر. اوكي، يعني كوستومر دوت نيم، هيك اسمه بالجدول كوستومر. وكمان بدي اجيب مين؟ بدي اجيب الحقيقة رقم الدفعة اللي هو بالجدول بايمنت دوت باي ان ار، هيك كان رقم الدفعة. وكمان بدي اجيب تاريخها، فهو من البيمنت، من جدول بيمنت. شايفين هون صرت حدد انا الحقول اللي بتيجي، بتيجي من اي جدول، لانه صار في عندي جدولين عم اشتغل معهم. اذا البي ان ار والبي والبيمنت دوت باي دات. اوكي، اذا جبت رقمه وتاريخه. هلا فرام من وين؟ راح اقول من الجدول، شايفين من الجدول الاول اللي هو جدول كوستومر، انر جوين وصل داخلي مع جدول بيمنت، اون بالحقل المشتركات. هلا بالحقل المشترك نحن متفقين انه من الجدول الاول هو من جدول كوستومر، هو كوست ان ار، ولما بيساوي من الجدول الثاني بيمنت dot cost
ان ار لما بتساوي ها رقم الزبون من جدول اول مع جدول ثاني سوينا توحيد على الحقل المشترك. اوكي طيب خلينا ننفذ ران. شوفوا جبلي زبون هذا عمان يونيفرسيتي رقم الدفعة 45 تاريخها كذا. اوكي كمان عمان يونيفرسيتي رقم الدفعة كذا كذا تاريخها كذا. اذا جبلي اسماء الزبائن ارقام الدفعات و اوكي وتواريخ. طيب وصلت الفكرة ولا لسه؟ انا وصلت جدولين كستمر وبيمنت مع بعضهم وجبت الحقول اللي بدي اياها. طيب لو كان بدي دفعة معينة يعني انا بدي اسم صاحب دفعة معينة فكان لازم احط الشرط ما يعني اكتب وير اوكي لما من جدول بيمنت مثلا يكون الدفعة اللي هو باي ان ار بتساوي 10 والنفط صاحب الدفعة رقم 10. اوكي فهلا هون ما راح يجيب لي كل شيء راح يجيب لي بس اللي اصحاب دفعه دفعة رقم 10 راح ننفذ. اوكي جاب لي بس عم بقول لي ناشونال سنتر فور اي تي هو رقم الدفعة تبعه 10 وهذا تاريخ الدفعة تبعه. اوكي فاذا هو ما راح يغير اي شيء غير موضوع الجدول. تمام يعني احنا عم نساوي استلامات عادية فيها سيلكت فيها وير فيها كل شيء تعلمناه. هلا خلي عم يغير انه بعد الفرام انا ما عم بشتغل على جدول واحد وانا ما عم بوصل جدولين مع بعضهم البعض من خلال حقل مشترك. تمام الامور فينا ننقل على شيء ثاني. يلا رح نرجع للسلايدات. هذا مثال اثنين كمان فيكم تدربوا عليه. اوكي شوفوا هذا مثال حلو. اكتب استلام يعد او يصمم كشف يتضمن رقم العميل اسم العميل مجموع الدفعات تبع العميل وهذا الشيء من اجل كل واحد من العملاء. يعني يسوي لي كشف بمجموع دفعات العميل. اوكي هذا استلام يعني معقد شوي بس كثير حلو. اذا كشف بيتضمن رقم العميل اسم العميل ومجموع الدفعات تبعه. طيب كيف فينا نساوي هيك شيء؟ شوفوا موضوع يعني صعب شوي بس بسيط الفكرة تبعه بسيطة. شوفوا شو رح نعمل. اوكي هلا هو استلام تحديد بكذا الاحوال انا بدي كشف بيتضمن رقم العميل اسم العميل ومجموع الدفعات. نحن نعرف انه لكل عميل ممكن يكون في اكثر من دفعة صح؟ دفعات موجودة بجدول بيمنت بيانات العميل موجودة بجدول كوستومر معنا وفي حقل مشترك بيناتهم. معناتها مثل ما سوينا من شوي انا في يساوي وصل داخلي لجدول كوستومر مع جدول دايمان من خلال الحقل كوست ان اف. هذا متفقين عليه ما؟ طيب هلا الموضوع الثاني اللي بدي اعمله اوكي انه انا اكيد رح اجيب سيلكت كوست ان ار كوست نيم بدي اجيب رقم العميل واسمه بس كمان بدي يجيب مجموع دفعاته. رقم العميل له اكثر من دفعه بجدول بيمنت. اوكي له اكثر من دفعه بجدول بيمنت. خلينا نروح نتفحص ونشوف وتفهموا هاي الفكره لانه كثير مهم. جدول بيمنت بتطلع اوكي شوفوا هلا مو شرط تكون ارقام يعني
هلا العميل هي رقمه 1258، له دفعة تاني شي هون، يعني بدي يشوف نفس الزبون، بدي يشوف رقم نفس رقم الزبون مكرر أكثر من مرة. وين عندي مثلا؟ شوفوا 1234، 1234، 1234، مرتين. فلك انا اياهم اللي بدي اجمعهم، يعني لازم يكتب لي حد رقم الزبون هذا 1234 اسمه، ويكتب لي يحسب لي المجموع 39 490 زائد 100. اوكي، فلازم يجمعهم لهدول لحتى يقدر يجمعهم ورا بعضهم منيح، او يجمعهم لازم يسوي لهم تجميع معين. يعني المفروض انه هو عم يعالج هيك، شو يعمل؟ يجي يروح يرتب بجدول بيمنت ارقام الزبائن، يعني يحط دفعات نفس الزبون ورا بعض البعض، ايه دفعات كل زبون ورا بعض البعض مشان يقدر يجمعهم. بيجمع، بيمشي عليهم واحد واحد طالما رقم الزبون وبيجمعهم، بس يتغير رقم الزبون بيرجع يبلش مجموع من اول وجديد، مزبوط؟ وهكذا. فاذا لازم تتجمع هالقيم بهذا الشكل. فلحتى نجمع القيم بهذا الشكل مشان يقدر يحسب مجموع، شوفوا شو بنستخدم. بنستخدم شيء امر اسمه جروب باي. الجروب باي هو بيساوي اللي كنت عم بقول لكم اياه. بقول له جروب باي كوست ان ار وكوست نيم، كوست ان ار والنيم. يعني انت تسوي لي تجميع بس توحد الجدولين، ما بدي واحد الجدولين هو تبع البيمنت والكستمر. فبقول لي سوي لي تجميع حسب رقم الزبون واسمه. اوكي؟ هالتجميع هذا حسب رقم الزبون شو بيعمل؟ راح يحط لي اوكي كل الدفعات التابعه لزبون واحد معين ورا بعض البعض، هذا معناته التجميع. ايه؟ طالما صاروا ورا بعض البعض معناته انا شو فيه اعمل؟ في استخدم الداله سم. اوكي؟ للدفعات. اتفقنا؟ عرفتوا كيف المبدا؟ الشغل؟ اللي ما فهم يخبرني، اللي ما فهم يخبر يسأل. كويس، شكل الأمور تمام يعني، منيح، كثير منيح. طيب، معناتها رح أترككم أنتم تجربوه لحالكم هذا. رح انتقل لطريقة وصل أخرى. جربوا. طيب، الحقيقة لما ما بيكون في عنا حقل مشترك بين الجدولين، لما ما بيكون في حقل مشترك بين جدولين، نحن نرغب بشو بوصلهم مع بعضهم البعض. كمان هاي الفكرة مرينا عليها، عندي جدولين البيانات تبعي اللي بدي اجيبها، بدي اجيبها من هدول الجدولين، وهدول الجدولين ما في بيناتهم حقل مشترك. ما في بيناتهم حقل مشترك معناتها انا ما بقدر ساوي انر جوين. بالضبط مثل الجدول لاين والجدول مين. مين هل ما في بيناتهم حقل مشترك؟ ولنفرض الكستمر واللاين، نعم؟ كستمر ولاين ما في حقل مشترك بيناتهم. يعني أنا إذا بدي ساوي كشف يعطيني اسم كل زبون، اسم العميل، وتفاصيل الفواتير تبعه.
ما في عندي حق المشترك بين اللاين والكوستومر لحتى اقدر اسوي لهم انر جوين. فهون عم يعطينا الحل، عم يقولنا انت اذا عندك جدولين بدك تسوي لهم وصل وما في بيناتهم حق مشترك، فعليك الاستعانه بجدول وسيط، بجدول ثالث رح نسميه جدول وسيطي، بحيث يكون هذا جدول وسيطي له حق المشترك مع الجدول الاول وله حق المشترك مع الجدول الثاني. شو وصلت؟ جدولين مضطر نوصلهم مع بعضهم، ما في بيناتهم حق المشترك. الوصل سوف يتم عن طريق جدول ثالث رح نسميه جدول وسيطي. هذا الجدول الوسيطي شروطه انه يكون في حق المشترك بينه وبين الجدول الاول، وكذلك حق المشترك اخر بينه وبين الجدول الثاني. ايه كيف بتصير عليك الوصل؟ ايه سهلة، انا الجدول الاول مع جدول وسيطي في يساوي انر جوين من خلال الحقل المشترك، ها؟ وكمان نفس الشيء في يساوي انر جوين بين جدول وسيطي وجدول الثاني من خلال الحقل المشترك. وصلت الفكرة؟ وبالتالي راح يصير في عندي جدول كبير هو بيحوي على الثلاث جداول هدول. يعني انا حققت اللي بدي اياه وقدرت اربط الجدولين اللي ما في بيناتهم حق المشترك. اوكي قدرت اوصل للقصد. طيب يلا خلينا نشوف مثال. عم بقول لي على سبيل المثال باعتماد رقعه البيانات تبعنا اللي سويناها، اكتب استعلام يطبع كشف يتضمن رقم الفاتورة، رقم العميل، اسم العميل، وقيمة الفاتورة الإجمالية. يعني هذا في شغل كتير هذا الاستعلام، لأنه في شغل كتير، بس رح نشوفهم شوي شوي. هلا متفقين هون عم بيقول لي بده كشف بيطبع رقم الفاتورة ورقم العميل واسم العميل. هلا رقم العميل اسم العميل موجودين بجدول كوستومر. قيمة الفاتورة الإجمالية هاي ما بقدر اجيبها غير من وين؟ قيمة الفاتورة الإجمالية أنا ما عندي. إذا برجع لهون شوف بجدول invoice ماشي، عندي total value هاي اللي هون الحق المفروض يكون قيمة الإجمالية للفاتورة، فاضي مو حاطينه وما عندي إياها. معناتها لحتى أعرف أنا القيمة الإجمالية للفاتورة شو بدي أعمل؟ بدي أحسبها حساب من وين؟ من جدول line صح؟ الفاتورة هاي 157 157، فعدد القطع عدد القطع مضروب الى اخره طلع هذا التوتال، عدد القطع بالسعر هذا التوتال للمنتج الثاني، فلازم اجمعهم هذول مع بعضهم 720 و152. اوكي يعني هم بيطلعوا على نفس الفاتورة، هيك بيطلع عندي القيمة الاجمالية للفاتورة صح؟ طيب خليني ارجع للسلايد. طيب اذا مطلوب جيب انا رقم الفاتوره، طيب رقم الفاتوره موجود بالانفويس فينا نجيبه، رقم الزبون فينا نجيبه من الكستمر، واسم الزبون من الكستمر من جدول الكستمر. طيب هلا بده مجموع او القيمة الاجمالية للفاتورة، اتركوا لي اياه بعد شوي مقلكم كيف. ليس كنت عم اشرح لكم اياه هلا، فهو شايفين بده يحسب الكوانتيتي ضرب البرايس، فحسب هون قيمة المنتج الواحد اذا بيساوي سم لكل اقلام الفاتورة بيطلع عنده قد ايه القيمة الاجمالية للفاتورة. ليس بس البيانات كيف بدنا نجيبها؟
البيانات بدنا نجيبها من جدول كوستومر ومن جدول لاين، صح؟ من جدول كوستومر ومن جدول لاين. جدول كوستومر وجدول لاين ما في بيناتهم حقل مشترك، صح؟ برجع لهون، ديكو جدول لاين، انفويس ان ار، برودكت ان ار، كوانتيتي، برايس، توتال، كويس. هلا في الكوستومر ما في كوست ان ار، اسم الزبون، كونتري سيتي، ما في اي حقل مشترك بين اللاين والكوستومر، وانا محتاج اني اوصلهم مع بعضهم البعض، بدي بيانات منهم الاثنين، فلذلك سوف نستعين بجدول وسيطي ثالث اللي هو الانفويس. ليه الانفويس؟ لانه الانفويس موجود فيه الكوست ان ار من جهه، بالتالي هذا حقل مشترك بينه وبين الكوستومر. ايه بقدر ساوي وصل صفيت بين الكوستومر والانفويس. من جهه اخرى جدول الانفويس يحتوي على انفويس ان ار، على رقم الفاتوره، والجدول لاين يحتوي كذلك على رقم الفاتوره، وبالتالي صار في بيناتهم حق المشترك وبقدر اوصلهم مع بعضهم البعض لهذول الجدولين اللي هن انفويس ولاين. اذا سوف يتم وصل الجدولين كوستومر ولاين من خلال جدول وسيطي انفويس. طيب برجع على السلايدات تبعي، شوفوا كيف رح نساوي الوصل. هلا بالاول رح نساوي الوصل على مرحلتين، اوكي؟ رح نوصل اول جدولين، اوكي؟ اللي بدنا اياهم، يعني نوصل اول جدولين وبعدين نوصلهم مع الجدول الثالث. رح نجي لهون، اوكي؟ رح نساوي كويري. ليس شو بدي فيه هلا هذا هون. سيلكت خليها، بعدين نشوف شو نحط فيها للسيلكت. هلا بدي اوصل الجدولين كوستومر ولاين من خلال الجدول الثالث اللي هو الانفويس. فكيف راح يتم الوصل برايكم؟ على مرحلتين، ما على مرحلتين، يعني اول مرحله بوصل الجدول الاول مع الجدول الوسيطي، وبرجع هذا راح ينتج شو؟ راح ينتج جدول جديد كبير بيحوي جدولين. ثاني مرحلة بوصل هذا الجدول الجديد مع الجدول الثالث، ايه؟ تمام يا اخوان؟ فهلا هذا اللي راح نسويه، يلا راح نجي راح نقول خلينا ننزله هون مشان هذا ما يأثر عليكم. راح اقول انا from customer inner join. inner join بدي الجدول الثاني اوصله معه، اوكي؟ هلا راح اوصل الجدولين، شوفوا الجدولين اللي هن line و invoice مع بعضهم البعض، وبعدين رح ارجع اوصلهم مع جدول كوستومر. فلذلك رح نخلي هاي وصف جدول كوستومر هون يعني، ورح نخلي انر جوين، رح افتح قوس هيك واوصل الجدولين التواني مع بعض. الجدولين التواني مع بعض هن كيف؟ هن الجدول انفويس، اوكي، انر جوين مع اللاين، تمام، اون من خلال شو بنوصلوا هدول؟ من خلال الانفويس نمبر، ما هيك؟ معناتها من خلال ان فويس دوت انفويس ان ار لما بيساوي اللاين دوت انفويس ان ار. حدا عنده مشكلة شي بالوصل هذا لهون؟ وصل جدول انر مع جدول لاين. طيب هلا هالوصل هذا راح يعطيني جدول، ما هذا الجدول، الجدول الجديد هذا في حقل مشترك مع جدول كوستومر؟
اوكي ايه في حقل مشترك مع جدول كوستومار، شو هو؟ في كوست ان ار، صح يا جماعة؟ في الكوست ان ار، لانه ما هلا هذا دمجنا انفويس مع اللاين، معناه الجدول انفويس في الكوست ان ار. طيب معناته شوفوا كيف بدي ادمج الكوست ان ار مع الجدول الجديد هذا. ما انا كاتب فروم كوست ان، ثواني لو تكرمتوا، انا كاتب فروم كوست ان ار انر جوين الجدول الجديد هذا اون شو، من خلال مين؟ من خلال الحقل المشترك اللي هو من الجدول الاول كوستومر دوت كوست ان ار، لما بيساوي بالحقل بالجدول الجديد الكبير هذا اي الحقل المطابق مع هذا الحقل، هو الحقل اللي اسمه انفويس انفويس دوت كوست ان ار، صح يا اخواني؟ صحيح هذا الكلام؟ وضحت الامور؟ كيف اشتغلنا؟ ها على مرحلتين. طيب كثير منيح. هلا اذا هذول صارت الجداول موصولين مع بعضهم، شو القيم اللي بدي اياهم انا؟ برجع على السلايدات تبعي. شو بدي انا؟ بده كشف بيتضمن رقم الفاتوره، رقم العميل، واسم العميل، وقيمه الفاتوره الاجماليه. طيب يلا هلا رقم عميل، اسم عميل، وقيمة الفاتورة. رقم عميل، اسم عميل، هدول من الجدول. فينا نقول رقم العميل تعال بدنا نجيبه من جدول invoice نقطة cost nr. اسم العميل راح نجيبه من جدول customer، إذا customer dot name. شو بده بعد؟ والله انا عم انسى. شو بده بعد؟ invoice ان ار، كوست ان ار، بده نيم، وشو؟ رقم الفاتورة نحن بدنا، مش رقم ال، ايه بدي من الانفويس، هي مش كوست ان ار، كوست ان ار، بدي رقم الفاتورة، هي invoice ان ار فاصل كوست نيم وكوست ان ار، من جدول كوستومر راح جيب كوست ان ار، تمام؟ هاي فاصلي. هو بده عاد، شو بده؟ بده القيمة الإجمالية للفاتورة. هلا القيمة الإجمالية للفاتورة معناتها هي سم، بدي استخدم الدالة سم، صح؟ الدالة سم لمين؟ لقيمة كل قلم من أقلام الفاتورة. قيمة كل قلم من أقلام الفاتورة اللي جينا على اللاين، شوفوا، أوكي؟ أنا بدي هذا التوتال، أنا معبيها، بدي سم للتوتال، ما؟ بدي سم للتوتال، اتفقنا؟ فراح أجي لهون وساوي سم للتوتال، أوكي؟ بس التوتال هذا لحتى أقدر أجمعهم شو لازم يكون؟ شو لازم يكون يا شباب؟ لازم يكونوا مجمعين الفواتير، ما؟ مجمعين الفواتير حسب شو؟ مو بس رقم الفاتورة، مو بس رقم الفاتورة، وإنما رقم الزبون، صحيح؟ يعني بده يكونوا مجمعين حسب رقم الفاتورة، لازم يكونوا هون أرقام الفواتير مجمعين، الأرقام اللي مثل بعضهم ورا بعضهم مشان يقدر يجمع. وكمان كونه كل زبون ممكن يكون له أكثر من فاتورة، فلازم يساوي تجميع ثاني على مين؟ على أرقام الزبائن. طبيعي. وهذا الشيء اللي بتشوفوه هون، شوفوا جروب باي، تجميع عرفنا جروب باي هو حسب رقم الفاتورة ورقم الزبون واسم الزبون، وهذا اللي رح نسويه. إذا
تجميع رح نحط هون قول له جروب باي اذا جروب باي الحقيقه من الانفويس رح اخذ انفويس ان ار شايفين رح ساوي كوبي بيست مشان ما عاد نكتب باي ان ار فاصلي رقم الزبون شايفين عادة التجميع بيكون حسب الشيء اللي انا كاتبه بعد السيلكت كوست ان ار بس نحنا ولازم يجوا بنفس الترتيب الحقيقة ف كنترول سي رح احط هون كنترول في وهاي فاصلي اوكي وهاي فاصلي موقوطة هون تمام وراح ننفذ شوفوا عم بقول لي رقم الفاتورة 157 اسم الزبون هو عمان يونيفرسيتي رقم الزبون هو كذا قيمة الفاتورة الإجمالية هي كذا اوكي شوفوا عمان يونيفرسيتي له فاتورة تانية هي 171 تمام قيمة الفاتورة الإجمالية هي هيك. أوكي. وصلت الأمور يا جماعة؟ يعني هي لما بينطرح السؤال هي بتبين إن الأمور يعني معقدة صعبة شوي، بس هلا الحقيقة هو شوي البناء بناء السؤال أو الاستعلام هو شوي شوي. إيه؟ شفنا على طول لما عم نساوي كشف عم نساوي بدنا نجمع العناصر المتعلقة بأحدهم برقم واحد برقمها برقم عميل واحد باسم عميل واحد فدائما نحن محتاجين نساوي تجميعات ها الجروب باي اوكي طبعا هلا بس تجربوا انتم وتطبقوا رح تشوفوا وتفهموا بايديكم رح تصوبوا الموضوع افضل بكثير طيب رح انتقل الحقيقة لموضوع الوصل باستخدام الليفت جوين والرايت جوين هلا الوصل الاول اللي سويناه هو عن طريق الانر جوين وصل داخلي انر جوين اوكي الانر جوين شو بتساوي الحقيقة يعني نحن ما بتنجلي جدولين بجدول واحد اوكي بس لما في حقل مشترك اكيد الحقيقة هي رح تجيب لي الانر جوين رح تجيب لي السجلات المتطابقة فقط يعني السجلات المتطابقة من الجدول الاول مع الجدول الثاني وفق قيمة الحقل المشترك ايه يعني رح يجي ياخذ مثلا اول قيمه للحقل المشترك ايها السجلات التابعه الى بالجدول الاول رح يجيبها ايها السجلات التابعه الى بالجدول الثاني رح يجيبهم ويحطهم كلهم على نفس السطر اوضح هيك ايه فهمتوها هاي تماما الانر جوين شو بيعمل في حقل مشترك بروح بياخذ قيمة من الحقل المشترك وبروح على الجدول الأول الحقول اللي عند هاي القيمة بجيبها بروح على الجدول الثاني الحقول اللي عند هاي القيمة بجيبها وبحطهم كلهم على نفس السطر ايه بالضبط طيب هلا لو كان في سجلات يعني مثلا هالحقل المشترك هذا اوكي بين الجدولين له قيمة بالجدول الاول ما له قيمة بالجدول الثاني شو بصير؟ حدا فاهم السؤال اللي عم يسأله؟
الحقل المشترك. هلا مثلا القيمة عند الحقل المشترك، ونحن خلينا نقول رقم الزبون، ما رقم الزبون هي القيمة المشتركة بين حقلين اللي هم الانفويس والكوستومر. ايه هلا مثلا عندي انا بجدول كوستومر عندي زبون رقم 2000، وعندي اسمه وعندي بيانات، بس بالانفويس ما عندي فواتير للزبون رقم 2000. اذا لما بساوي ما عندي، ما في فاتوره لزبون رقم 2000. لما بساوي الانر جوين الوصل للكستمر والانفويس شو بصير؟ الحقيقه اللي بصير انه ما بيطلع، شوفوا ما بيطلع ابدا بيانات لهذا الزبون رقم 2000 نهائيا. ليه؟ لانه هذا الزبون رقم 2000 ما في شيء بيقابله بجدول الفواتير، فلذلك ما بيطلع عنه شيء بالجدول الجديد. الجدول الكبير ما بيطلع عنه اي شيء، لانه تتم المطابقه فقط، اوكي، يعني للسجلات المتطابقه اللي الى قيم بالحقل المشترك. هذا فهم شيء؟ يعني انا لما اوحد الجدولين عملاء وفواتير من خلال الحقل المشترك رقم الزبون، ايه، اذا في زبون ما له فواتير ما بيطلع نهائيا بالحقل الجديد بالجدول الجديد، ما بيطلع. يعني بيجيب لي، هو راح يطلع لي بس ارقام الزبائن وبياناتهم للزبائن اللي لها فواتير. الزبائن اللي لها ما لها فواتير ما راح تطلع. هذا اللي عم بحكي، هاي لما بنساوي انر جون، كانه هيك شيء. ايه طيب، هلا انا اذا بدي طالع اسماء كل الزبائن، يعني بيانات كل الزبائن واذا لهم فواتير يطلعوا، بس اذا ما لهم فواتير خلاص يطلعوا ويطلع حديهم فاضي. هلا هون ما عاد بيمشي شيء اسمه انر جون، فهون لازم نستخدم ليفت جون او رايت جون. طبعا ليفت جون ورايت جون يعني هو وصل يساري وصل يميني. شوفوا لما بساوي ليفت جون، اوكي، معناتها انا الجدول اللي على يسار الجوين اللي هي على يسار عمليه الجوين بدي يطلع منه كل السجلات، يعني كل السجلات بدي يجيبها إذا إلى مقابل من الجدول الثاني تجي، إذا ما إلى مقابل ضل فراغ. وإذا سويت رايت جوين معناتها أنا بدي أجيب كل السجلات الموجودة بالجدول اللي على اليمين، اللي على يمين الجوين، وإذا إلى مقابلات بالجدول اليساري تجي، إذا ما إلى مقابلات ضل فاضي. أوكي؟ شوفوا ايه يا اخواني. طيب شوفوا مثال كثير حلو هون. مثلا اذا انا بدي اعرف شو هي المنتجات اللي ما انباعت عندي، المنتجات اللي ما انباع منها، اللي ما انباعت نهائيا، ما انباعت نهائيا، شو ارقام المنتجات اللي ما انباعت نهائيا؟ كيف ممكن اعرف؟ هلا اسماء المنتجات او ارقام المنتجات موجوده بجدول برودكت، صحيح؟ بجدول برودكت. طيب بس ينباع المنتج، رقم المنتج وين بيطلع كمان؟ بيطلع بالجدول لاين، صحيح؟ بيطلع بالجدول لاين.
ما بينضاف على الفاتورة هذا المنتج، بينضاف على تفاصيل الفاتورة، فلذلك بنلاقيه موجود بجدول لاين. ليكو بجدول لاين انا عم بقول ها بالفاتورة رقم 157 انباع المنتج 101 وكذا قطعة، وبعدين ما انباع المنتج 103. اذا اي منتج بينباع فرقمه رح يظهر عندي بجدول لاين. طيب كيف بدي اعرف المنتجات اللي ما انباعت؟ بكل بساطة شوف شو رح ساوي. رح ساوي select نجمي، يجيب لي كل شيء من مين. رح ساوي الحقيقة وصل للجدولين product و line، product و line من خلال الحقل المشترك product ان ار من خلال رقم المنتج. بقدر؟ طبعا بقدر. بس شوف شو راح اعمل، انا بدي يجيب لي اسماء كل المنتجات، فراح اكتب from من جدول مين؟ من جدول product، راح ساوي جدول product على اليسار، راح ساوي left inner او left join عفوا left join line on نفس الكلام هذا مثل inner join الصيغة on بدي الحقل المشترك، حقل المشترك من البرودكت نقطة راح اخذ برودكت ان ار برودكت ان ار لما بيساوي من جدول لاين نقطة برودكت ان ار. اوكي راح يعني انا شو سويت؟ سويت وصل يساري للجدول برودكت مع الجدول لاين، بس وصل يساري. شو يعني الوصل يساري؟ يعني جبت كل السجلات، كل شيء موجود بجدول برودكت، واذا في تطابق والمتطابقين معهم من الجدول الثاني راح نفذ. اوكي اكيد دمج لي اياهم كلهم. خلينا ننزل هيك لتحت شوي، خلينا ننزل لتحت شوي. طلعوا لحد هون كان في قيم من جدول برودكت ومن جدول لاين. هون هدول الحقيقة فاضين، يعني هدول منتجات موجودين بالجدول برودكت ما لهم مقابلات بالجدول لاين. شو نفهم من هذا الكلام؟ انه هدول المنتجات ما نزلوا بفواتير، اوكي، وبالتالي هدول ما انباعوا ولا مرة. اوكي يعني المنتج 110 ما انباع، ولا 111 و112 لعند ال 120 ما انباعوا ولا مرة. شفتوا شو ساوت الليف جوين؟ جابت لي كل شيء من الجدول اليساري مع متطابقاته من الجدول الاول. في شيء ما متطابق اجا واجا فاضي. اوكي حقيقة ما كان راح يصير هيك لو سوينا inner join. لاحظوا لو جيت سويت inner join ونفذت ليكو ما راح تلاقوا في شيء فاضي. لاحظوا راح يجيب لي لعند المنتج 109 المنتجات من 110 ل 120 ما جابها. ليش؟ لانه بيجيب المتطابقين فقط. اذا له مطابق من الجدول الثاني بيجيب الاول والثاني. فهمتوا يا جماعه؟ وصلت الفكره ولا لسه؟ كثير منيح. اذا هذا هو الفرق بين inner join right join و left join. طيب هلا عندي اخر شيء الحقيقة هو مسميها استلامات توحيد او اليونيون كويري. طبعا هاي بس بدي تعرفوا فكرة عنها. اوكي انه انا في ساوي اجتماع او توحيد
لاستعلامين، توحيد لاستعلامين، تمام؟ هلا في الاستعلام الاول شايفين سيلكت كذا فروم كذا، الاستعلام الثاني سيلكت كذا فروم كذا، في يسوي لهم يونيون اجتماع. هلا شو اللي بيصير هون؟ اوكي، راح يقوم انه يساوي يعني يعرض لي على النتيجه جدول جديد بيدمج لي فيهم بين السجلات الاول وسجلات الجدول الثاني. طبعا هون عم بقول لي عن تناظر سجلات الجدولي، يعني هون نحن عم نفرض، شوفوا في عندي جدول جديد اسمه فيندر، اوكي، اللي هو الكستمر، العميل تبعنا اللي عم يتعامل معنا، وفي عندي البائع اللي انا عم بتعامل معه. اذا بدكم يعني انا عم اشتري البضاعه من عند الفندر وعم بيع على مين؟ للكستمر، اوكي. فهلا شوفوا شو عم جيب، عم جيب من جدول هدول البائعين تبعي، مصاري انا يعني، عم جيب شو اسمه، شو رقمه، شو اسمه، باي مدينه هو، اوكي. نفس الشيء من العملاء تبعي، عبجود شو رقمه، شو اسمه، شو المدينة تبعه، اوكي. فهلا في يساوي اجتماع لنتيجة هل استعلامين، ماشي، بس عبرتبهم كيف انا؟ عبرتبهم هالنتائج تبعي حسب المدينة. هلا هون شو بصير؟ بس طابق المدينة، يعني أنا عندي مصدر أنا بشتري منه بضاعة بدمشق وعندي عميل بدمشق، فبيطلعوا شو؟ بيطلعوا بسطر واحد، أوكي؟ يعني كل العملاء عندي هاللي بدمشق، كل عميل بدمشق بيطلع عندي شو؟ مقابلهم المنتجين بدمشق. طبعا هلا هيك شيء فينا نستفيد منه، بحيث انه شو نعمل نحن؟ نحن على الهاتف بنشتري كميه من البضاعه من عند المنتج تبعنا، اوكي، اذا هو بحمص ولنفرض، وانا عندي عميل من حمص بده بضاعه، فانا بحكي مع المنتج بشتري البضاعه على الهاتف وما راح انقلها على الشام للبضاعه، راح خليها بحمص وراح خلي العميل يروح ياخذها من عند المنتج من حمص فورا مشان نوفر على حالنا النقل، اوكي يا اخوان. فعلا كمان هيك شيء ممكن. طيب كثير منيح. طبعا هلا عم نحكي عن آلية عمل الاستعلام تبع التوحيد. طبعا بقول لي انه عبارة السلكت الأولى راح ترجع ثلاث حقول من جدول كوستومر، هذي هن مبينين رقمه واسمه ومدينته. العبارة السلكت الثانية راح ترجع الحقول المناظرة من الجدول الثاني. حقول المناظرة من الجدول الثاني انت يعني، نفس الكلام، لما بيتطابقوا، ماشي، اسماء المدينة، لما بتطابق اسم المدينة برجع لي اياها، اوكي. وبيعرض لي اياهم كلياتهم على شكل جدول واحد. طيب هلا هيك شباب نحن بنكون انهينا موضوع الاستعلامات، يعني حكينا عن كل شيء بخص الاستعلامات. طبعا خطواتنا القادمة راح تكون النماذج والتقارير. فالوقت حاليا لكم، إذا في عندكم أي سؤال أي استفسار تفضلوا اسألوا. بالضبط بالضبط شباب. هلا هني يعني يوحوا بانهم يعني هني معقدين شوي، اما الحقيقه لا، مجرد ما قعدت اشتغلت في ايدك شوي راح تشوف انه موضوعنا كثير بسيط. هلا بهمني من الموضوع انه تكون الافكار وصلت،